Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far. السلام عليكم وتحية طيبة لكل متتبعين قناة كريم كسري. مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم كنت غادي نتكلم في الموضوع ديال الماكينات ديال يوغور باش نصور لكم الأثمنة ومنين تشروهم وداكشي، ولكن صراحة بعد ما شفت داكشي اللي وقع في مرسيا قلت ضروري خصني نهضر في هذا الموضوع هذا ونخلي الموضوع الآخر حتى الحلقة الجاية إن شاء الله. المهم المشكل اللي وقع في مرسيا راه تكلمني الأخ ريان برا والأخ حسن إنفو ديال داك المهاجرين السريين اللي أغلبية ديالهم مغاربة، فيهم بعض الجنسيات اللي ماشي مغاربة ولكن الغالبية الصحيحة مغاربة. الواردية السيفيل دارت واحد حملة ديال التشطيب وبداو المغاربة شافوا البوليس وبداو كيهربوا. فبالضبط غادي نهضر في هذا الموضوع هذا باش نحط النقط على الحروف ونفهم الناس على الأقل في هذا المجال هذا، نفهموا الحقوق ديالهم وشنو كخصهم يديروا. وغدا نرجع عاوتاني ونرجع عندك الهضره وديك الكانطاليطه اللي كنت درت لي هذه شحال ديال اللغه والصنعه هما اهم حاجه في اوروبا. المهم نبداو نمشيو بالديتاي، نبداو بالايطاب الاول. دابا هذوك المهاجرين اللي كانوا خدامين في مرسيا في الفلاحه كيجنيو المشمش، الاغلبيه ديالهم ولا ما قلت كاملين بلا ورق، كانوا بلا ورق خدامين. اول حاجه مستغلينهم ديك الباترونز الكبارين، ديك الناس اللي كيبيعوا يشريو فيهم، ديك اللي كيديروا لهم ترونسبور اولا، ديك اللي كاري لهم اولا اولا اولا، يعني بالعربيه استغلال كبير وكبير جدا. يعني كانوا كيربحوا مثلا 40 اورو ولا 50 اورو في النهار، داك اللي مكلفين كيقتطعوا لهم 21 اورو ولا اكثر، يعني كتبقى لك 20 ولا 25 اورو هي اللي كتبقى لك في النهار من بعد واحد 10 11 12 13 ساعه ديال الخدمه ديال الدمير والحريق الشمس الحراره وتامل الكحله. فانت اصلا مثلا كمهاجر سري لا ورقه لا جوج وخدام ديك الطريقه هذيك في ديك الظروف هذيك في ديك الوضعيه هذيك، على الاقل منين وقع لك هذا المشكل هذا جا الكونترول ديال البوليس وداكشي، علاش غادي تهرب؟ علاش غادي تهرب؟ هو باب المستقبل تفتح لك بين يديك وانت ما عارف والو. شتي المشكل ملي كيكون الجهل، ملي كيكون الجهل الانسان ما عارفش والو، هذا هو المشكل. ولفوكم البوليس جايين اعفط، البوليس جايين اعفط، هادشي اللي ولفتو في البلاد ديالكم. بالنسبه للمغاربه كيكونوا عاصرين فراس الدرب كيشوفوا البوليس جايين كيهربوا، راه هنا راه ما كاينش بحال هكا. هذه فرصه جات بين يديكم، عوض ما تستغلوها احسن استغلال خليتوها تفلت من يديكم. غادي تقولوا لي كيفاش؟ مادام ان البوليس جايين والكونترول وتمارك الكحله، كان عليكم انكم توقفوا ما تهربوش، حتى واحد ما يهرب. هو فعلا غادي يشدوكم مثلا ويجبروكم خدام الوراق، غادي يدير لكم واحد المولطه فعلا، ولكن غادي يديروا المولطه اكثر المولشي اللي مخدمك. المولشي اللي مخدمك عطاوه مولطه كبيره، حتى انت غادي يعطوك واحد المولطه صغيره، يعني يمكن وقيله ما عرفتي 3000 اورو ولا اقل تخلصها بطريطات. ولكن الجميل في الامر فين هو، هو انك في ديك اللحظه هذيك تقدر تدعي ديك اللي خدام اللي مخدمك مستغلك وكيحرت عليك، هذه كانت هي الفرصه ديالك انك تدعيه وباش من طريق ديك الدعوه تاخذ الوراق. هذا قانون كاينه في اسبانيا، ما كنقولوش انا. يعني انت كنتي كتخدم بواحد وضعية غير قانونيه وكيتم استغلال ديالك وكيتصف لك الدم ديالك، داك مولشي كيخدمك ثمن قليل بسوايع بزاف وكيزيد عليك السوايع وما كيخلصكش فيهم، وانت ساكت وحشمان وخايف وما باغيش تكلم وتفتح فمك لحقاش كتخاف دابا يجري عليك. والله يحسن العوان كما كيقول اغلبيه، واخا هذه فهمناها، ولكن علاش غتهرب؟ علاش هربتوا؟ على الاقل كنتوا تبقاو، واخا كانوا يشدوكم ويديروا لكم مولطه جمعوا فول مولطه، لان انتيا في اي حاله من الحالات مستافد في اخر المطاف. انت منقدر من داك الاجراءات اللي غادي تقام اللي غادي دار، انت ممكن انك تستغل الفرصه وتدعي داك المشغل ديالك وتعاود الوضعيه اللي انت كتعيش فيها. بالضبط تعاود للبوليس الوضعيه ديالك اللي انت فيها، شحال من ساعه، كيفاش كتخدم، الوضعيه والسوايع اللي كدير الى غير ذلك. يعني تحكي كل شيء ديالك بالديتاي ويسمعوك وياخذوا الكلام ديالك بعين الاعتبار. يعني هذه فرصه ذهبيه جابها ربي حتى بين يديك
بين يديكم لانكم كنتوا بزاف بكم، ولكن قله الوعي والجهل وبنادم ما عرف والو، غا مقدم غا جاي غا من الحماره للطياره كما كيقولوا الناس، وغادي ما عرف والو. شاف البوليس ناض وعفط، خدموا 10 سوايع كيخدم، 20 ساعه كيخدم، اللي قالوا له كيخدم وما كيطلبش حقه. دابا الباب ديال انك تخدم واخا كيزيدوا عليك السوايع، هذيك فهمناها ندوزوها. نقولوا مثلا الناس الله يحسن العوان غتقول لي واه انت يا راه انت ما عايش وراق ديالك انت ما غاديش تقدر له. انا قدرنا سيدي، قدروهم نقدروه الله يحسن العوان، هذاك جا حارك وما لقى ما يدار وغيموت بالجوع، اذا نقبل على هذاك الشيء هذاك كامل الدل هذاك كامل. ولكن علاش غادي تهربوا؟ ما تهربوش اصاحبي، هذه الفرصه ديالكم، فرصه ديالكم، نوتو نتوما جريتوا على رزقكم بيديكم، مكرفسين معذبين محنين، جاوا البوليس باش تفرغوا عليهم وتعاودوا المشاكل ديالكم وشوفوا محالكم، توكل محامي وتجيب الوراقات ديالك اقل من 3 سنوات قانونيا، وما كاينش شي واحد اللي حيدهم لك. نايض نوض انت، شوف البوليس، عفط وهرب. دابا يشدوني يا للجهل، مع الاسف صراحه من كل قلبي زعما كنتاسف لكم، كنتاسف لكم لان درتوا هذه ردات الفعل اللي ما كانش خاصكم ديروها. والمشكل الكبير واللي كيرجع دائما للجهل والوعي اللي ما كيناش. انا غادي نرجع بكم عاوتاني ونقول لكم علاش كنقول لكم جيبوا تعلموا اللغه، وعلاش كنقول لكم تعلموا الصنعه قبل ما تطلعوا لاوروبا. قلتها مرارا وتكرارا بزاف ديال الفيديوهات، قلت لكم بزاف ديال المرات، اوروبا ما بقاتش بحال اللي كانت، اوروبا تبدلات. اوروبا كانت زوينه مني كانوا الناس فيها غير شويه، دابا مني وليو الناس بزاف وكثر البشر، يعني راه ما غيبقاش من ولا هو اللي غادي يجيب راسو فيها، غادي يولي اللي عنده شي ميزه هو اللي غادي يجيب راسو في اوروبا. عنده اللغه ولا عنده الصنعه غادي يقدر يجيب راسو بسهوله، واخا ما عندوش الوراق يقدر يتاقلم، وحتى الا ما كانش عنده الصنعه عنده على اللغه يقدر عوض انه يخدم مع الناس في ديك الدل والتكرفيس، يقدر يقلبها للبيع والشراء بحكم ان اللغه عنده، عنده اللسان يقدر يدافع بلا راسو ويقنع الناس وداك الشيء. هادشي هذا عييت من نهضر في الفيديوهات ديالي، واقيلا شي جوج ولا ثلاثه الفيديوهات درتهم خصيصا على هذا الموضوع هذا، بان اللغه والصنعه هما اهم حاجه تفكر فيها قبل ما تجي لاوروبا والاسبانيا بالخصوص. انا كنهضرت على اسبانيا ولكن الموضوع متعلق باوروبا بصفه عامه. ما تبقاوش تسمعوا ديك الهضره الخاويه ديال ديك يوتيوبر ديال جد ربعات اللي كيقول لكم غير اجيو مازال في اوروبا ما يدار، ما عرف شنو ما عرف شنو. وفعلا مازال في اوروبا ما يدار، وفعلا باقى الفرصه وباقى الفرص ديال الشغل وباقي كل شيء، ولكن ماشي بديك الطريقه اللي نتوما كديروا. ودخلت عليكم بالله، واش هذيك خدمه؟ هذيك 20 اورو 30 اورو في النهار، واش هذيك خدمه؟ واش الدل بعينه هذا وظهرك يتعوج؟ الناس اللي خدامين في الفريصه او الناس اللي كيهزوا البطاطا ولا نهار كامل انت ظهرك مقوس تيتشق لك الظهر ديالك على 20 اورو، وراه 50 درهم ديال المغرب انا كنعتبرها احسن من 20 اورو بحال هكا ديال اسبانيا. اللي خدام 50 درهم في المغرب في شي مجال ولا 60 درهم ولا 100 درهم كنعتبره احسن من داك اللي خدام 20 30 اورو بديك الطريقه هذيك وفي ذوك الظروف هذيك وديك التكرفيس وديك الويل وديك السباليوني الحمار اللي كيبقى يخطف المغاربه ولا المهاجرين بصفه عامه، ديك الكلام الساقط اللي كيبقى يقول وهما صابرين عليه وزيد وزيد وزيد. هادشي راه واقع، هادشي راه ماشي خيال ولا كنعاود من راسي، راه واقع. كتخدم مدلول وكتبقى تسمع كلام الخايب اللي ما عمرك سمعتيه حتى في بلادك، ومع ذلك كتقبل على كل شيء. وجاب لك ربي الفرصه تان بيديك باش تحكي المشكل ديالك اللي عندك، وربما انك ان شاء الله توكل محامي وتاخذ ورق، جريتي على الفرصه ديالك بيدك وخرجتي على راسك وهربتي وما استفدتي حتى شي فائده. المهم هذا كرساله كنوجه لكم بالنسبه للناس، الا طحتوا في هذا الموقف هذا ما تهربوش الدراري، ما تهربوش، واخا غادي يعطيوكم مولطه ما تهربوش، لان الا درتي محامي وحكيتي له الظروف ديالك ودعيتي هذاك الشخص اللي مخدمك ومستغلك، راه ممكن انك عن طريق داك الشيء هذاك غادي تاخذ الورق، لانك انت ما كتظلموش في هذه الحاله. هذه الحاله ما كتظلموش، هذه الحاله كتاخذ الحق ديالك لانه هو استغلك. اذا هذه كانت هي الفرصه ديالكم. فالاخوان كنعاود نوصيكم مره اخرى، الناس اللي مازال ما التحقوا باوروبا، راه الحقيقه الكامله اللي كاينه وهو انك الا باغي تجي قانونيا او لا ماشي قانونيا، هو تسلح بجوج ديال الاسلحه، اللغه والصنعه. ارزاق بيد الله، اي واحد عنده رزقه اي شيء كلشي عارفينه، ولكن باش تجيب راسك
تخشي المعمعه ديالك فهاد الكم الهائل اللي كاينه ديال البشر اي مجال. اذا انت خصك تميز قبل ما تطلع، والا ما درتيش هادشي هذا غادي تطلع حتى انت وغادي يوقع لك بحال هادوك اللي وقع لهم في مورسيا، الميريا، ويلبا، والناس اللي كي اللي مدلولين في ديك المنطقه الاندلسيه مكرفسين معيشه ما تلعبها. انا كنعتبر ديك بيع الشراي في المغرب احسن مئات الف درجه من واحد عايش في اندلسيه مدلول لقي النهار كامل الشمس والحراره كي تقاتل 30 اورو. راه هذا هو الحقيقه وهذا هو الواقع وهذا هو اللي كاين. بغيتو تسمعوه مرحبا، ما بغيتوش تسمعوه شغلكم هذا. حنا كنحاولوا ما امكن هذا المنبر نوصل لكم اللي كاين والحقيقه وشنو خصكم ديروا. اما الاوهام والكذوب وديك نبقى نصور لك انا السنتر كوميرسيال ها كيفاش كناكل بيتزا، ها كيفاش كنمشي للطواليت، ها كيفاش كنمشي ندير، ها كيفاش كنمشي ندير، والاوروبا زوينه والثلج وما عرف شنو هذا. فبغيتو تتبعوا هذوك الناس هذوك شغلكم هذاك، سيروا تبعوهم حتى داكشي كامل ديك الاوهام اللي كنتو كتشوفوها ملي كتجيو لهنا عاوتاني عالم اخر عاد كتكتشفوا الحقيقه وتعرفوا كيفاش وسميتو. انا اعوذ بالله من قلت انا طلعت لاسبانيا بالكونتراتو دي ترافاخو، ولكن مع ذلك واخا بالكونتراتو دي ترافاخو النسيب ديالي قال لي عندي واحد الكونترا غادي نديرها لك فابور وغادي تطلع بها اسبانيا فابور. بغيتيها؟ قلت له اها مرحبا. كنت باقي كنقرا وكنت هذاك العام هو اللي غادي نسالم الدراسه. قال لي قبل ما ندفع لك سير تعلم شي صنعه قبل ما نطلعك. وعباد الله طلع بالكونتراتو ديال ترافاخو يعني مضمونه عام ديال الخدمه، ولكن هو قال لي سير تعلم الصنعه واجي باش ملي طلع واجد، وقال لي تعلم شويه اللغه ماشي مشكل بزاف غير شويه والصنعه هي الاهم قبل ما تطلع. واخا بالوراق ديالي بالكونتراتو ديالي طلع بالصنعه ديالي في يدي كذلك. كما راه الناس اللي ما عارفين شنو كنت كندير، انا كنت كندير الصباغه في الاول، تعلمتها في المغرب قبل ما نطلع اسبانيا، واخا انا عارف راسي كونتراتو مضمونه وطالع خدام مضمون قانونيا، ومع ذلك باش نجيب راسي في هذه البلاد ومن ما نطيحش في ان مثلا يستغلوني او شي حاجه بحال هكا. تعلمت الصنعه ديالي مزيان بلا ما دار التراميتي ديال الكونترا وداك الشيء، عاد طلعت يعني طلعت واجد. الشخص اللي طلعني ومشيت نخدم معاه مني وريتو الخدمه اللي كندير وداك الشيء حطني فوق راسو من بين ديك الناس اللي تما كاملين، بدا كيحطني فوق راسو حيت تميز لك الناس اللي تما كاملين اللي قدامين عليا. حطيت رجلي هنايا 6 شهور وانا عندي هنايا معاه في الخدمه، عطاني التليفون ديال الخدمه واخا كنت باقي ما كنسقيتش مزيان الاسبانيه، عطاني التليفون ديال الخدمه باش يتواصل معايا. بزاف ديال الامتيازات الحمد لله كنت مع كنهضر باللونجلي. جاب الوقت خدمت واحد التالي ديال الانجليزي كنهضر بالانجليزيه، هو لقى فرصه باش اني كنترجم له كنعاونو، عطاني التليفون ديال الخدمه كنترجم له على الانجليزي كندير له ديك اللاندوي اللي ما كيديروا حتى شي واحد في ديك الامبريسا هذيك، واش كنديروا انا بوحدي طلع معلم من المغرب. تميز بسهوله وخديت بلاصتي وطلعت القمه واخا باقي الله جيت، حتى بقاو كيحسدوني بزاف ديال الناس على ديك الوضعيه اللي انا وصل ليها من اللي مازال باقي جديد. فهذا ماشي عياقه اولا كنبغي نفخ عليكم، انا كنقول لك شنو ممكن دير الا كنتي جبتي هاد جوج حوايج في يدك ممكن تمشي بعيد. انا كنعاودكم وانا جي قانونيا، ما بالك غير قانونيا. غير قانونيا خي ديالي سير تعلم الصنعه وتعلم شي واحد اللغه وعاد فكر تحرك في رويدا اولا في باطيرا اولا فيزا سياحيه اولا شغل هذا. شي حاجه اخرى راه ما كايناش، بغيتو تتبعوا اصحاب الفلوغات واللي كيوريكم السنتر كوميرسيال والزوينه ديال والبنات ديال اسبانيا وكلشي زين وكلشي هذا وطن طن 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 طن، كذبوا عليكم اللي كتجيونا كتلقاو واقع اخر. فشغلكم هذا. تحياتي لكم جميعا، كان معكم كريم القصري، حتى نشوفوا ان شاء الله فيديو الجاي اللي غادي تكلموا فيه الموضوع ديال الأثمنة ديال الماكينة ديال اليوغور. تحياتي لكم كاملين.